السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي سلسلة شيوات ريحانة كمال نقدم لكم جوج ديال الأشكال من حلويات اللوز. كما كتلاحظوا الشكل ديالهم في الصور كيجيو أشكال اللي هي راقية ولذاذ بطريقة جد سهلة ومبسطة. كيف ديما إلى عجبكم الفيديو بارتاجي وانضمام القناة ووضع لايك الفيديو. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المكونات كنحتاجو 500 غرام ديال اللوز اللي كيكون مسلوق ليلة قبل، كنقشرو كنغسلو وكنخليه كيبات ليلة كاملة حتى كينشف من الماء. ضروري ما ينشف من الماء، نخليه ليلة كاملة كنوضعوه في الثلاجة كيكون ناشف كما كتلاحظوا. كنحتاجو ايضا السكر غلاسي اللي هو السكر الناعم، استعملت سكر سبيسيال، ممكن تستعملوا سكر سنيدة. عندنا 500 غرام ديال اللوز، غادي ناخدو 250 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نطحن اللوز المره الاولى بوحدو، نعاود نطحن معاه السكر للمره الثانيه. كما كتلاحظوا الشكل ديال اللوز بعد ما طحنتو بوحدو وعاود طحنتو مع السكر كلاصي كيجي معلك، هذا هو الشكل ديالو. غادي نضيف ليه 2 ملاعق كبيره ديال الزبده كتكون رطبه بدرجه حراره المطبخ. غادي نمزج المكونات مع بعض. انا كنفضل نستعمل سكر كلاصي مع اللوز، كيجي رائع وافضل من السكر سنيده، يعني كنحصلوا على نفس النتيجه، ما كاينش شي اختلاف. كنمزج المكونات مع بعض. غادي نحتاجو الروح ديال الحامض، النكهه ديال الحامض متوفره عند بائع لوازم الحلويات، ممكن تعوضوها بقشور ديال الحامض، لكم الاختيار. انا غادي نستعمل نصف ملعقه صغيره من نكهه الليمون الحامض، وغادي نستمر في المزج ديال المكونات كلها مع بعض. كنحتاجو ايضا الماء الزهر، غادي نضيف قطرات منه فقط العقده، بما ان عندي العقده معلكه كنضيفو قطرات منه. وحنا كنتاكدو من القوام ديال العقده، ضروري ما تكون مطلوقه شويه، يسهل علينا اننا نشكلوها. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها، كتكون عقده اللي هي منسجمه ورطبه، يسهل علينا اننا نشكلوها كريات. نخليوها جانبا ونمروا لطريقه تحضير العجين. المكونات كنحتاجو 400 غرام ديال الطحين، 2 ملاعق كبيره ديال الزبده، ملعقه كبيره ديال السكر الناعم، ورشه ديال الملح. وكنحتاجو الماء الزهر ممزوج مع الماء باش غادي نمزجو المكونات ديال العجين. كنحتاجو الماء الزهر والماء. كنستمر في اضافه السائل حتى كنحصلو على عجينه اللي كتكون متماسكه. ضروري ما تكون عجينه اللي هي متماسكه، لاننا كندلكوها كنخليوها ترتاح كنزيدو نورقوها كتطلق لينا. انا غادي نخلي جزء من العجين، غادي نضيف ليه بودره الكاكاو باش نحضر الحلوه الثانيه اللي لاحظتو في الصوره. نخلي جزء فقط قليل، غادي نضيف ليه ملعقه كبيره من بودره الكاكاو، وكنستمر في اضافه الماء مع ماء الزهر للعجين حتى كنحصل على القوام اللي بغيت، اللي كتكون عجينه اللي هي متماسكه. غادي ندلكوها مزيان، ضروري ما كتدلك مزيان، وكنخليوها كترتاح. قد ما شكلنا العجين وخليناه جانبا كيسهل علينا العمل، كيكون عندنا عمل اللي هو سهل. وكما لاحظتوا حلويات اللي هي سهله وراقيه، ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. كندلك العجين مزيان، ضروري ما يتدلك مزيان، كيكون عجينه اللي هي متماسكه ورطبه في نفس الوقت. هذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظوا. غادي نبسطها بالدلاك في المره الاولى، ومن بعد غادي ندوزها في الوراقه. الوراقه غادي نستعملوها باش كتعطيني واحد السمك اللي هو رقيق، اللي ما كتوفرش عليها. يكفي انها تبسط العجين مزيان. كما لاحظتوا العجينه رطبه، كيسهل علينا اننا نحضروا بها الاشكال اللي بغينا. غادي نقسم العجين من نصف، ضروري هاد العجين ما تغطيه باش ما ينشفش، تغطيه بقطعه ديال البلاستيك او قطعه ديال القماش، لكم الاختيار. كنبسط العجين وغادي ندوزها في الوراقه. كما لاحظتوا كيكون السمك رقيق شفاف، يعني كتلاحظوا الجهه الاخرى كتكون شفافه، الارقام كتختلف. انا استعملت الرقم 3. كاين انواع كثيره من الوراقه، كاين ارقام مختلفه، كل سيده حسب السمك. غتبان لكم انها عجينه اللي هي رقيقه، تكون عجينه رقيقه بزاف. كناكد المساله، كنقطعوها دوائر بهذا المرشم.
لكم الاختيار في المرشم اللي عندكم واللي متوفر. كنقطعها لي كتكون اشكال متساويه، وضروري هذاك الفائض ديال العجين كنجمعوه وكنغلفوه في قطعه ديال البلاستيك ونعاود نستعملوه مره اخرى، راه كيبقى مزيان. يكفي انني نجمعو، يعني ما نعاودش نعجنو، نجمعو. ونفس الشيء غادي نقطع الشريط الاخر. كما لاحظتوا الوراقه كتقطع لينا او كتبسط لينا العجين مزيان. ضروري ايضا ما كتغطى هاد الدوائر، انا غادي نخدمهم يعني بسرعه، غطيوها باش ما تنشفش. هذا هو الشكل اللي غادي نحضرو. اولا كناخذ دائره من العجين وكره من العقده، تكون كريات متساويه. ممكن ايضا تعبروهم في الميزان او عينكم ميزانكم. كتغلفوا هذيك الكره ديال العقده ديال اللوز بالعجين. علاش اكدت ان العجينه تكون رقيقه؟ باش ما نعاودوش نقطعوا منها الوقت اللي غادي نلفوها، كتكون مباشره رقيقه. كنمرر المرشم ديال الشهده في النشا باش كيسهل عليا نزولها بكل سهوله، او كندهن هذيك الدائره ديال العقده بالنشا وكنرشمها كتحيد بكل سهوله. كنلف الكره ديال العقده، كنلف عليها العجين. كما لاحظتوا عجينه اللي هي رقيقه وكتجي عجينه رائعه جدا. كنعاود نلفها بين الكف ديال اليد، كندهن المرشم بالنشا او كندهن الكره ديال العقده بالنشا. هذا غير باش كيسهل علينا، كتزول بكل سهوله ما كتلصقش في المرشم. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي. بالنسبه للحلوى الاخرى غادي تلقاوها في الفيديو الموالي ان شاء الله. كما لاحظتوا ضروري ما تغطى العقده ديال اللوز بالعجينه. الا كانت الكره كتبان لكم انها كبيره، قطعوا منها شويه الكره ديال العقده، وكنرشم بالمرشم ديال الشهده. ضروري كما لاحظتوا كتلبس لينا كلها بالمرشم. هذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه. غادي نوضع القليل من النشا فوق الكريات، من بعد غادي نزول هذاك الفائض ديال النشا، ما غاديش نخليه. كنضغط وكتحي ليا بكل سهوله، كتجي حلوه اللي هي راقيه ولذيذه بالنكهه ديال الليمون الحامض والعقده ديال اللوز. كما لاحظتوا طريقه مبسطه وسهله كيف ديما. يعني ما تنساوش وضع لايك الفيديو وانضمام القناه ومشاركته مع الاصدقاء. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنتاهي تماما. غادي نزول الفائض ديال النشا، كناخذ واحد الشيته اللي هي صغيره، كنزول الفائض ديال النشا وغادي نخلي الحلوه كتبات ليله كامله. ضروري ما تخليو الحلوه ديال اللوز كتبقى، كما لاحظتوا القطعه الاولى كتبدا كتنشف، ولكن هذا ما كيمنعش اننا نخليوها ليله كامله. الحلوه خليتها ليله كامله كتنشف، كما هو العاده بالنسبه لحلويات اللوز ضروري ما كتبقى حتى كتنشف ليله كامله. دخلتها للفرن اللي كيكون متوسط درجه الحراره. بالنسبه للفرن الكهربائي غادي ديروا 150 ولا 160 حتى كتشمع لكم، كيبقى اللون ديالها ابيض. الوقت اللي كطيب تقريبا في حدود 20 حتى 25 دقيقه. غادي نخرجها من الفرن وهي مازال سخونه، كندهنها بالناباج، كندهنها بالناباج وهي مازال سخونه، دهنتها بالناباج وكندخلها للفرن وهو مطفي، كتكون مازال الحراره في الفرن باش كيبقى ليا هاد اللمعان في الحلوه. بالنسبه للتزيين كما كتلاحظوا معايا انا بديت في عمليه التزيين. هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما دهنتها بالناباج ورجعتها للفران شويه. كنخرجها غادي ندهنها بالناباج والجليكوز من الجوانب كما كتلاحظوا معايا. انا هنا وضعت لها لوز ايفيلي، حمرته شويه في الفران وهرمشته وضعته في الجوانب، كيجي هذا هو الشكل ديالها النهائي. هادو هما عناصر التزيين. كنحتاجو القليل من الناباج والقليل من الجليكوز
كندهنو الجوانب بهاد الطريقه، طريقه سهله. كندهنوهم، كندهنو الجوانب ديال الحلوى. بالنسبه للجليكوز كيساعدنا ان اللوز كيلصق، ممكن تستعملوا اللوز كونكاسي، هذا هو لوز ايفي اللي انا حمرته في الفران. غادي ندوز الجوانب ديالها بهذا الشكل، كيعطينا منظر جميل للحلوى بطريقه سهله بهذا الشكل. كنستمر بنفس الطريقه، راه كتجي حلوه زوينه ورائعه وشكل جديد بالنسبه للحلويات. اللوز كندهنو غير جوانب فقط، حيت سبق لينا دهنا الوسط بالنباج، وكنمروها في لوز ايفيلي اللي محمر. كنمروا غير الجوانب بهذا الشكل كما لاحظتوا معايا، ونستمر بنفس الطريقه حتى كنتهي. ودائما الى عجبكم الفيديو بارطاجي ووضع لايك وانضمام للقناه. شكرا للمتابعه. الشكل النهائي للحلويات كما كتلاحظوا، الحلوى ديال الشهده والحلوى الاخرى، غادي ننزلها لكم كجزء الثاني في الفيديو الموالي باذن الله. شكرا للمتابعه.